بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، نستهله بأبرز العناوين. كشف معلومات جديدة عن منطقة مقبرة المشاركين في حركة 28 من رمضان. السودان يؤكد حرصه على أن يكون دور البعثة الأممية المرتقبة داعم للسلام والتنمية. الحكومة تلتزم بجبر الضرر وتتوعد بمحاكمة المتورطين في النزاع القبلي بولاية كسلا. أهلا بكم. كشف اللواء ركن مبارك كجو كجي رئيس لجنة التحقيق في شهداء 28 من رمضان عن تحديد وحصر اللجنة لمساحة كيلومتر مربع بمعسكر مستجدي جهاز الأمن يشتبه فيها أنها منطقة مقبرة شهداء 28 من رمضان. وقال كجو في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم إن ما يشاع حول وجود مقبرة الشهداء ونبشها عار من الصحة، وأوضح أن إدارة المعسكر قامت بقطع أشجار المسكيت كانت بواسطة المعسكر ظهرت عند عملية القطع بعض الرفات ساق وجمجمة، إلى جانب وجود حفرة بها رفات، الأمر الذي أدى لإيقاف عملية القطع وحراسة المنطقة، مؤكدا صعوبة تحديد المقبرة. وقال إن مسألة نبش المقبرة لها إجراءات قانونية وصحية، متعهدا بمتابعة عمل اللجنة بعد ظروف الكورونا، متعهدا بعد تحديد المقبرة السماح لأسر الشهداء والضباط لزيارة المقبرة. أحب أن أؤكد على نقطتين. الأولى أنه إحنا مصرين على تحديد مكان المقبرة بالضبط، حتى لو اضطرينا أنه نستعين بأي جهة وتحديدا، وحنحرص على أنه تقوم الأسر بزيارة المقبرة والتراحم على الشهداء، ومن ثم بعد ذلك نقيم التكريم. النقطة الثانية أنه القانون هياخد مجراه، وأي شخص لديه حق هياخد حقه إن شاء الله، وكل من أجرم سيأخذ جزاءه إن شاء الله، ودي هتقوم بها اللجنة المشكلة من قبل النائب العام. أنا أشكر لكم حضوركم جميعا، أسر الشهداء والممثلين والضباط والإخوة الإعلاميين، ونتمنى أن نكون إحنا قد أوضحنا يعني كثير من اللبسة كانت دائرة في أذهان الناس، وإن إن شاء الله إذا في أي جديد بنعلن إن شاء الله في حين. من جانبهم جدد عدد من أسر المشاركين في حركة 8 من رمضان عام 1990 على ضرورة معرفة مكان دفن ذويهم. جاتنا دعوة حقيقة من اللجان الشغالة في إعادة الحقوق للأسر وإعادة ترقيات الضباط من النواحي المالية واستحقاقات، ومشكورة اللجنة كثيراً فيما قدمته، وده كان عشمنا في انهم هم رفاق درب، وهم كأسر ونحن كأسر بنشكرهم على كل المجهودات اللي قامت بها اللجنة لإعادة وترقية والبحث عن حقوقنا وإعادتها لنا في فترة يعني في الفترة اللي هي ضغنا فيها الصعاب الكثيرة من قبل النظام السابق، ونحن راضيين كل الرضا حقيقة عن كل الأشياء ذكرتها اللجنة. نحن كأسر شهداء بنسمي الخطوة الإيجابية من القوات المسلحة، وبالنسبة لنا المطلب طبعا الأساسي والرئيسي هو القصاص ومحاكمة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة التي يعني تعتبر هي جريمة في حق الإنسانية، جريمة شنيعة وقتل خارج إطار القانون وغدر بأبطال يعني من أبطال القوات المسلحة في ليلة ظلماء من شهر مبارك وشهر محرم. ونحن كأسر شهداء لن نتنازل عن المطلب الأساسي والرئيسي، المطلب القصاص، وماضين يعني في إجراءاتنا القانونية ومتابعين مع لجنة النائب العام،
ومطلبنا الثاني هو الكشف عن المقبرة ومعرفة مكان المقبرة ونقل الرفاء لمقبرة تليق بالشهداء والصلاة عليهم. وفعلا كانت فترة طويلة جدا من بدأت اللجنة، ولكن أنجزت في وقت وجيز. وبالنسبة وأنا أمثل مكتب العون القانوني لأسر الشهداء، بوصل لهم شكر مكتب العون القانوني على المجهود اللي بذلوه. من بداية البيان بتاع عمر البشير 30 يونيو بدأت حركة الخلاص 28 رمضان في ترتيب صفوفة والتنظيم لإزاحة نظام الإنغاز. يعني يمكن كانت في رؤية بدري جدا لضباط 28 رمضان لمآلات اللي وصلنا لها اليوم. يعني نقدر نقول إنه ضباط 28 رمضان تنبؤوا بالشيء الحاصل اليوم، لكن سبحان الله يعني شاءت إرادة المولى حق إنه الكلام ده يتم بعد 30 سنة. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان موقف السودان المعلن بشأن طبيعة البعثة الأممية القادمة للسودان لتحل محل اليوناميد. وخلال لقائه جيرمايا مامابولو رئيس بعثة يوناميد، أشار البرهان إلى أن مهمة البعثة يتعين أن تكون دعم جهود الدولة بالانتقال من مهام حفظ السلام إلى دعم السلام، والتأكيد على عدم وجود أي قوات عسكرية في البعثة القادمة، على أن تطلع البعثة بدعم السلام وعودة النازحين ودعم التنمية. وأوضح مامابولو أن اللقاء ناقش أيضا كيفية ملء الفراغ الذي سيحدث بعد انسحاب قوات اليوناميد، خاصة وأن الحكومة سيقع على عاتقها عملية تأمين دارفور وحماية المدنيين ومواجهة قضايا العنف بين المكونات الاجتماعية. استمع فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي لإفادة السفير مامابولو بشأن جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي ستعقد خلال الأيام القادمة استعدادا لجلسة مجلس الأمن بنيويورك فيما يتعلق بمستقبل بعثة يوناميد. وفي هذا الإطار أكد فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على موقف السودان الواضح والذي سبق وأن تم توضيحه من خلال رسالة سيد رئيس مجلس الوزراء في 27 فبراير 2020، والتي وضحت مطلوبات حكومة السودان فيما يتصل بالبحث القادمة، والتي تتلخص في دعم السلام ودعم جهود الدولة في الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام، وذلك بالتأكيد على عدم وجود أي قوات عسكرية في البحث القادمة، على أن تطلع البحث القادمة بدعم السلام وعودة النازحين ودعم التنمية وجهود الأخرى للدولة. بدأت اليوم الاثنين بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان الجلسة الافتتاحية لمناقشة القضايا القومية بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية في السودان وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوساطة، والذي يهدف للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في 20 يونيو المقبل. وقالت الجبهة الثورية إن مناقشة القضايا القومية نقلة نوعية في عملية السلام. وحددت وساطة دولة جنوب السودان 20 يونيو موعدا للتوقيع على اتفاق سلام في السودان. وحددت الوساطة استئناف جلسات التفاوض حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور في 27 مايو الحالي وحتى 8 يونيو المقبل. اتفق السودان وأثيوبيا على تعزيز التعاون الثنائي لمجابهة كافة الأنشطة الإجرامية في المناطق الحدودية. جاء ذلك في ختام اللجنة السياسية العليا بين السودان وأثيوبيا، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد جولة اجتماعات استمرت ليومين. واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق في الخرطوم في نهاية الشهر المقبل. وسلم وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الزيارة رسالة من رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره الأثيوبي، وأمن الاجتماع في استعراض واضح التزام البلدين لتعزيز التعاون الثنائي بينهما والاستمرار في المداولات لخلق بيئة مواتية لحل المسائل الحدودية.
أعلن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان التزام الدولة بجبر الضرر والخسائر شريطة محاكمة المتورطين في النزاع القبلي بولاية كسلة. وشهد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان وحسن محمد شيخ إدريس قاضي التوقيع على ميثاق الصلح القبلي الجلد بين النوبة والبني عامر والحباب. ونصت الوثيقة على التزام الطرفين بالاتفاق والهدنة على تحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال والعمل على تطبيق سيادة القانون والعدالة بمحاكمة كل من تثبت التهمة بمشاركته في تأجيج الأحداث أو التحريض ونشر الشائعات لزيادة وتيرتها. وأشار الفكي إلى أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها بداية لمعالجة جذور الأزمة حتى يسود حكم القانون. هذه الهدنة بداية للمعالجة وليس نهاية. نحن مجلسنا وقعدنا ده في أنه نحن نوقف الاقتتال ونوقف العنف حتى نسمع بعض وحتى نحتكم إلى القانون وحتى نتجه إلى المحاكم والنيابات. يجب أن يسود حكم القانون. أكد مرة أخيرة قولوا للناس اللي ما راضين عن مجمعنا ده إنه نحن نعرف وسامعين صوتكم، لكن خلونا نبدأ وخلونا نوقف وخلونا خلوا القوات الحكومية خلوا النيابة تدخل خلوا المتحرين يشوفوا الخسائر اللي حصلت. خلونا نشتغل في أجواء بتاعت هدنة. بعد ذلك أعطوا الأجهزة الحكومية والعدلية فرصة أن تحقق العدالة وانطروا هذه العدالة، لكن ما تشددوا ما تشنجوا، ما في أي واحد يصير عليه أنه يأخذ القانون بيده، لأنه إذا أنت أخذت القانون بيدك رد عليك الثاني القانون بيده لن تكون هنالك داعي لأننا نتعايش في هذه الدولة وهذه السلطة التي ارتضيناها. قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إن الأوضاع الأمنية بولاية القضارف مطمئنة، وذلك بفضل مجهودات لجنة الأمن بالولاية والترتيبات الاحترازية التي قامت بها لمنع انتقال الصراع القبلي من ولاية كسلة إليها. وقال الفكي الذي زار القضارف رفقة وفد من مجلسي السيادة والوزراء إنهم اطلعوا من خلال الاجتماع مع لجنة أمن الولاية على كافة الترتيبات التي اتخذتها حيال تأمين الولاية من خطر الانزلاق في صراع قبلي متأثرة بالأحداث التي جرت في ولاية كسلة، خاصة وأن الولاية تضم عددا كبيرا من أبناء المكونين المختلفين. طلعنا على التقارير على الأوضاع الأمنية في القضارف، الأوضاع مطمئنة جدا، كل الأمور مستتبة. أيضا سنلتقي مع مجموعة من أبناء المكونات التي تخطب في هذه المدينة، لأننا نريد أطمئن على أنه لا تنتقل الأحداث من ولاية كسلة إلى ولاية القضارف. الحمد لله التقرير الشرطة الذي اطلعنا عليه إن المجهودات الكبيرة التي قاموا بها في الأيام السابقة ساعدت على استقرار الأوضاع، حتى البلاغات الجنائية العادية في حالة انخفاض مستمر. وفي سياق آخر قال محمد حسن الفكي عضو مجلس السيادة إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية القضارف يعود إلى نسبة التسلل العالية سواء من ولاية الخرطوم أو عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار، مشيرا إلى أن توجيها قد صدر يدعم الإجراءات الداعمة للولاية حيال المتسللين إليها. استمعنا على تقرير مفصل من مديرة الصحة بولاية القضارف عن التجهيزات لمراكز العزل، عن تدريب الأطباء خريجي كلية الطب جامعة القضارف عددهم 34 طبيب أيضا سيدخلوا الخدمة في الأيام القادمة لمواجهة مكس الكوادر الذي تعاني منه طبعا كل المستشفيات العالمية وليس حكرا على السودان ولا على ولاية القضارف. القضارف سجلت 77 حالة وهي حالات عالية جدا، أرجعوها إلى التسلل، بعضها من العائدين من ولاية الخرطوم المتسللين عبر الحدود، وبالتالي صدرت أوامر محلية لإحكام قبضة الحدود وللحجر للمتسللين ولمحاكمتهم محاكمات رادعة تحول بين التسلل. عموما نحن طالب عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة بنبذ الاقتتال القبلي بالبلاد، وناشدوا في مقاطع فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة التعايش السلمي كافة الأطراف التي نزغ الشيطان بينها أخيرا في عدد من ولايات البلاد بتحكيم صوت العقل واستدعاء الموروثات السودانية في التعايش المجتمعي والمحبة والسلام.
وأكدوا أن البلاد في أمس الحاجة إلى إعلاء شأن تجاوز الصغائر والعمل من أجل تدعيم وشائج النسيج الاجتماعي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في آخر تقرير لها تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 8 وفيات، وسجلت معظم الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في السودان إلى 2591 حالة، متضمنة 105 حالة وفاة. في الأثناء تترقب الأوساط الصحية في السودان قراراً بتمديد الحجر الصحي الذي انتهى اليوم الاثنين إلى أجل جديد في ظل توالي حالات الإصابة بالمرض. وكانت اللجنة العليا للطوارئ أوصت بتمديد الحجر الصحي وتقييد الحركة للحد من جائحة كورونا. وفي ملف كورونا أيضا تسلمت الولايات الشمالية دفعة جديدة من المعاناة الطبية والصحية لمحاربة جائحة كورونا مقدمة من وزارة الصحة الاتحادية. وأكد والي الشمالية محمد الحسن الساعوري لدى تدشينه عملية تسليم المعاناه، أكد أن الدعم الاتحادي مقدر من شأنه أن يسهم في محاربة الجائحة، وسيتم توزيع المعاناه الطبية على مراكز العزل، مشيرا إلى أن حكومته ستضع أولويات التوزيع على أن يشمل كافة المرافق الصحية المعنية بمحاربة جائحة كورونا بالمحليات المختلفة. نحن بفضل هذه الدعومات المالية نكاد نكون نحن الحمد لله رب العالمين جاهزون تماما في مركز العزل وفي كل ما يتعلق بمراكز العزل الموجودة في الولايات الشمالية. وأيضا وجهنا بأنه نتم الناقص إن شاء الله رب العالمين في مراكز العزل بالمحليات. كذلك جينا عشان نغرف على توزيع كل الدعومات التي قدمت لنا من الداعمين للولايات الشمالية الذين وصلناهم المتمثلين في شركة الراجحي. الدعم طبعا كان استلمناه قبل فترة، والآن نحن جينا شهدنا توزيعه، وهو دعم مقدر جدا فيه أجهزة طبية يعني محتاج لها فعلا، وبتمثل في أجهزة قياس حرارة وجهاز كامل بتاع تنفس اصطناعي وأجهزة بتاعت إنتاج أكسجين، حوالي 600 جهاز للتنفس الذاتي دون أن يدخل في الجهاز الكبير، وأيضا أجهزة بتاعت قياس حرارة تحت اللسان ومعقمات وجوانتيات وكمامات وما إلى ذلك، ولبس واغي للذين يعملون في مراكز العزل. إلى ذلك امتدح مدير عام الصحة بالولايات الشمالية صابر فتحي جهود الوزارة الاتحادية في دعم الوزارات الولائية بالمعاناة الطبية في ظل انتشار الجائحة المجتمعي. وأوضح صابر فتحي أن الولايات الشمالية سجلت حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 8 حالات. نطمئن أهلنا في الولاية الشمالية على استعدادات الولاية لمجابهة هذه الجائحة في الفترة القادمة، وتوفر جميع المعينات التي تساعد الأطر الصحية في الولاية لأداء عملها في الفترة القادمة. كما هنا أرحب أن أشيد بالإخوة الأطباء في مراكز العزل في الولاية الشمالية ومركز العزل الرئيسي واللجنة الفنية التي تقوم على هذا العمل في الولاية الشمالية. كما أعلنت بالأمس الوضع الصحي في الولاية الشمالية، الآن لدينا عدد 8 حالات مؤكدة في الولاية الشمالية، منها حالتي وفاة وحالة شفاء واحدة. من ملف كورونا إلى ملف الخير، حيث شهدت مدينة كوستي وأريافها هطول أمطار غزيرة تقدر ب80 ملمتر، وناشد مواطنون بالمدينة السلطات المختصة للتدخل وبذل الجهد من أجل تنظيم حملات لإصحاح البيئة وفتح المصارف. إلى ذلك تمضي السلطات المختصة نحو تنظيف قنوات تصريف الأمطار لسحب المياه الراكدة. هكذا استيقظت مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض على أمطار غزيرة تهطل هنا لتغسل الأرض والجسد بعد معاناة أحياء المدينة من انقطاع مياه الشرب الأيام الماضية. فأمطار اليوم التي تقدر ب80 ملمتر وضعت بصمتها المميزة على المساكن والمتاجر والشوارع، ما حدا بالمواطن إطلاق مناشدات للسلطات المختصة بضرورة التدخل لإنقاذ الموقف. مدينة كوستي لا كم سنة يعني في التصريف فيها سيء جدا، ودائما السلطات تتكلم عن التصريف المبكر ولا زالت اليوم إن شاء الله مطر. الناس كلها يعني كم بيض الليلة غير، يعني حتى الأحياء الراقية شوية المتقدمة شوية ما فيها تصريف. أسي الآن المواطنين الله يعانوا من أسي الآن القارب جوا البيوت جوا المويه جوا الغرف وجوا الحيشان جوا،
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المطار خير، ونزل السلطان أنه يهد يعني تبكر لنا بالمصارب إن شاء الله. ومع ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في السودان، عبر مواطنون عن أملهم في أن تسهم أمطار هذا العام في خفض نسب الإصابة وزيادة معدلات الشفاء من كورونا، فيما دعا آخرون لجان المقاومة والحرية والتغيير إلى ضرورة التحرك لمعالجة الآثار التي قد تنجم جراء ازدياد معدلات الأمطار. نتمنى أن تكون أمطار خير وبركة، وأن تزيل هذا البلاء الذي حل على العالم، وأتوقع من الأقوى في المحلية وقوة الحرية والتغيير وكل الفعاليات الأخرى ومجتمعات المجتمع المدني للخروج لتصريف هذه المياه وفتح المجاري والعمل على إصحاح البيئة. وفي الأثناء وضعت السلطات المختصة بمحلية كوستي خطة محكمة بهدف تلافي مخاطر السيول والفيضانات، وذلك من خلال توزيع الأجهزة والآليات لفتح المصارف وسحب المياه الراكدة تفاديا لكوارث قد تحدث. منذ الصباح الباكر هرعت كل الأجهزة الفنية في ترقية الخدمات من مهندسين وعمال يومية في مراجعة المعابر والمصارف الفرعية والكباري ونظافتها لتسهيل المياه، والآن المياه تنساب بصورة كويسة جدا خاصة في المنطقة الشمال السكة حديد. المنطقة جنوب السكة حديد الآن الأمطار غزيرة وهطلت أمطار تقريبا انحدرت من المنطقة الجنوبية الغربية إلى المنطقة الشمالية الشرقية فيما يعرف بخور اللية، والمسألة إن شاء الله يعني مبكر الوقت مبكر عشان نحصر ما تم، لكن الحمد لله لحد الآن ما جاتنا أي بلاغات بخسائر. ومع توقعات باستمرار هطول الأمطار قد تسهم الجهود المبذولة في تقليل الخسائر الناجمة عن فصل الخريف في ظل دعوات البعض بالغيث النافع والإنتاج الوفير. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. عرضنا الإخباري متواصل معكم من قناة الشروق، وفيه عقب الفاصل: خبير يدعو لخطة مستقبلية لسد الفجوات الغذائية لدول الجوار. أهلا بكم وإليكم هذا الخبر. وافق مجلس الأمن والدفاع على تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح الذي تلا قرار التمديد إن الخطوة جاءت بعد مناقشة التقارير المختصة عن الوضع الصحي بالبلاد. والآن إلى طائفة من الأخبار العالمية، نبدأها من اليمن، حيث قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو يوم الاثنين إن اليمن قد يواجه وضعا كارثيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين بالخليج، ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن على المساعدات، ويواجه ملايين اليمنيين الجوع. وقال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لرويترز، قال إن النظام الصحي سيتراجع وتتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كورونا في الانتشار وسيؤثر على الوضع الصحي، بالإضافة إلى ذلك على حركة الناس والبضائع. قالت قوات متحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين إنها سيطرت على قاعدة جوية جنوب غربي العاصمة طرابلس، فيما يمكن أن يكون أهم تقدم لها منذ نحو عام. وكانت قاعدة الوطية الجوية الواقع على بعد 125 كيلومترا من العاصمة موطئ قدم استراتيجي مهم لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر الذي شن هجوما للسيطرة على طرابلس في إبريل من العام 2019. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد عسكري بارز قوله إن القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني سيطرت بالكامل على قاعدة الوطية. قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن استخدام الكمامة سيصبح إجباريا في وسائل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، وأن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر 5 جنيهات وتصلح للاستخدام
لمدة شهر كامل. وقال في تصريحات تلفزيونية إن هناك مشروع قانون معروض على مجلس النواب يتضمن فرض عقوبة مالية فورية على من لا يستخدم الكمامة تبلغ 300 جنيه 19 دولار للمرة الواحدة وقد تزيد. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين تؤيد إجراء مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لجائحة كورونا بقيادة منظمة الصحة العالمية بعد أن يصبح فيروس كورونا تحت السيطرة. وأضاف شي في كلمة مصورة إلى جمعية الصحة العالمية أن الصين منفتحة وتلتزم الشفافية بشأن تفشي مرض كوفيد-19 الذي ظهر بها أولا في أواخر العام 2019، وستدعم تحقيقا يجرى بطريقة موضوعية ونزيهة. وتعهد شي أيضا بتقديم ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في الاستجابة لمرض كوفيد-19. وقال إن أي لقاحات مضادة للمرض تطويرها في الصين سيصبح منفعة للعامة. قال مصدر بسلطات إنفاذ القانون الأمريكي اليوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الاتحادي وجد هاتفا محمولا يمثل دليلا يربط تنظيم القاعدة بإطلاق نار وقع في 6 ديسمبر الماضي بقاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا وقتل 3 أشخاص، وكان مطلق النار وهو الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني البالغ من العمر 21 عاما بسلاح الطيران السعودي. اقتصاديا، وضع خبير اقتصادي خطة مستقبلية تهدف إلى الاستفادة من الإنتاج الزراعي نباتيا وحيوانيا من أجل سد الفجوات الغذائية لدول الجوار. وقال الخبير الاقتصادي محمد ياسين بن يامين إنه يتوجب العمل على إنتاج الخضروات والبصل والفواكه واللحوم والشمام والبطيخ والذرة لمجابهة الفجوة المتوقعة عالميا بعد انتهاء جائحة كورونا. ويشير بن يامين إلى أن السودان قادر على السيطرة على أسواق الخليج ودول الجوار كمورد أساسي لقرب المسافة. وأضاف بن يامين لا بد من تغيير طريقة الصادر الحالي الذي يعتمد على الأفراد لصادر تقوده مؤسسات عبر تأسيس شركات عملاقة ومتخصصة في مجال الصادر. أكد اجتماع مشترك بين لجنتي مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية الاتحادية والولائية على إحكام الضبط والرقابة على توزيع سلع الدقيق والغاز والوقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام الشرطة والنيابة والمحاكم في مواجهة المخالفين لضوابط توزيع واستخدام الدقيق والوقود. هذا وأكدت وزارة الصناعة بولاية الخرطوم أنه لأول مرة بعد إلغاء نظام الوكلاء تستطيع الولاية الحصول على معلومات كافية عن الدقيق تمكنها من المتابعة والمراقبة. إلى ذلك طالبت ولاية الخرطوم وزارة الطاقة والتعدين إشراكها في السياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة تجاه توزيع المواد البترولية. رياضيا، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني عن أنه بات من الصعوبة بمكان إكمال الموسم الحالي، وذلك وفقا للتاريخ المسبق بتحديد 15 يونيو المقبل موعدا لنهاية الموسم. وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة المنظمة الفاتح باني في تصريح لباد نيوز إنه لم يعد ممكنا إكمال الموسم لأن الوقت لا يسعف ولا يساعد على ذلك. ومنذ 17 من مارس الماضي توقفت جميع الأنشطة الرياضية في السودان، وذلك منعا للتجمعات للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين عن عزمه إقامة مباراة خيرية لجمع التبرعات للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بحسب سماح الوضع الصحي بذلك. ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الدولي فقد أشار إلى أن الفيفا الذي سبق أن ساهم بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية بأن ينظم من خلال مؤسسته الخيرية مباراة لجمع التبرعات من أجل حملة الحصول على تجهيزات فيروس كورونا، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع التطوير والإنتاج والوصول الدولي المنصف إلى التكنولوجيا الصحية الأساسية لمكافحة الفيروس. يتصدر قائد الهلال السابق هيثم مصطفى
قائمة أكثر اللاعبين السودانيين مشاركة في البطولات العربية والإفريقية مع الأندية والمنتخبات الوطنية، وتنقل البرنس هيثم مصطفى بين الهلال والمريخ والأهلي شندي، ويحتل نصر الدين الشغيل المركز الثاني، فيما جاء على الدين يوسف ثالثا ومهند الطاهر رابعا والتاج إبراهيم خامسا، فيما جاء حمود بشير في المركز السادس، أحمد عبد المنعم عنكبة سابعا وأحمد عادل ثامنا، فيما حل فيصل موسى تاسعا وبدر الدين قلق في المركز العاشر. وافق مجلس الأمن والدفاع على تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح الذي تلا قرار التمديد إن الخطوة جاءت بعد مناقشة التقارير الصحية المختصة عن الوضع الصحي بالبلاد. ختاما إليكم تذكير بأهم العناوين: كشف معلومات جديدة عن منطقة مقبلة المشاركين في حركة 28 من رمضان. السودان يؤكد حرصه على أن يكون دور البعثة الأممية المرتقبة داعم للسلام والتنمية. الحكومة تلتزم بجبر الضرر وتتوعد بمحاكمة المتورطين في النزاع القبلي بولاية كسلا. انتهى عرضنا الإخباري، قدمناه لحضراتكم من قناة الشروق. خليك في البيت، ومكافحة كورونا واجب كل من يشاهد قناة الشروق ولكل مشاهدين أينما كانوا. ختاما أشكر لكم المتابعة، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.